يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه يا اختي؟ ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. ما انا المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي لحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لبكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفة ليه؟ عشان تفضل معلقة كل واحدة مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحة مش عاجبني حالك. ايوة قاعدة كده يا اختي كامرة نفسك في الأوضة وفي قميص نوم ومتدفية زيادة. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك. اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس قوم النبي اوعي تقولي لام اقبر ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي. خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط واقف رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخض ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك.
سريري فيه شوك بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكة، وآخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا هوا هوا، عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي قسمهولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك واهنلك. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا ليكي انت. شو تعالي عايزاكي. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره، وانا قلتلك بدل المره اتنين التالته من غير صوت، في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمه اللي عليكي، وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجه تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. تمام يا كارتر، والكل بيتبارك بيه. مهام اخضر فسر الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني، انا ماليش في الكيمياء، ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه لازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي. الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدمان حصان بيرمح، والراجل البطاية يبقى أسد.